بدأت المؤسسة بتوزيع أكياس الخيش في من بتاريخ 20/5 على الأخوة المزارعين، بعد أن وردتنا من مديريات، طبعا بالتعاون مع مديريات الزراعة، بعد أن وردتنا جداول الإحصاء التي قامت بها التي أجرتها مديرية الزراعة. بعد الانتهاء وما زلنا مستمرين حتى الآن بتوزيع أكياس الخيش للمزارعين. طبعا بدأ موسم الحصاد تقريبا ب 15/6، صدرت عن الحكومة السورية المؤقتة تسعيرة القمح لهذا الموسم، وكان السعر القمح القاسي 220 دولار، والقمح الطري 210 دولار. نقوم باستقبال المزارعين القادمين بأقماحهم، حيث تكون السيارة المحملة معهم أو الجرار قبان الذهب إلى قبان، وجاء بالحمولة نأخذ عينة من القمح في السيارة أو الجرار، عينة أولية بحيث نحدد مكان تكديس هذا القمح أو التفريغ، يعني مبدئيا حسب العينة الأولية نسجل هذا الأمر في سجل العينة الأولية، يقوم الجرار أو السيارة بالذهاب إلى القبان مرة أخرى لتقبين الفارغ، وبالتالي معرفة الحمولة. هنا نحن تكون العينة التي أخذناها تذهب إلى الغرفة السرية لإجراء ما تبقى من إجراءات أخرى، التحليل وغيره. يا أبو حميد، مسموح كان أنه تكديس بشكل كرسي؟ مضبوط يا أستاذ، بس هنيك الكذب صار كل شيء من السيارة.